هسا نبدا مع فرقه بي تي اس. او ماي جاد او ماي جاد. اوكي هسا ننتقل الى فرقه اكسو. از ذات ريل؟ هيو اوكي 54% ريل. او ماي جاد. وبالاحمر يعني 47%. او ماي جاد فيك فولورز. ريدي. انا بدي اشوف فرقه توايس وبلاك بينك. طب اسمع عندي فضول كل شيء. طب تقدر تحط تعاوننا انا وياك؟ احكي. 52% ريل فولورز. ايش قد الاكونتات الفيك الموجوده؟ عاليه جدا. عم نحكي عن ارقام. او ماي جاد. لا كثير. 41% بلاك بينك. اذا كنت اقل من 50% رح انتحر. رح افقع. اوكي رح اموت. او ماي جاد. سيلينا جوميز. سيلينا جوميز لانه سعد المجرد من اكثر الفنانين اللي عنده نشاطات ومتابعه. انيو معكم بارك بوشيونغ وجي يون جولي. هاي حسابي لا تنسوا تضيفوني على انستغرام. وهي حسابي ما تنسوا تضيفوني. هسا عنا اليوم حلقة جدا سبيشل لانه اكو موقع اسمه اي جي اوديت. هذا الموقع فضح كل اكونتات الانستغرام يعني الاصلي والفيك. فاليوم رح نكشف كم عدد حسابات الفيك والاصليين باكونتات الكي بوب. جاهزين؟ بس قبل ما نبدا ايوه ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك تفقعوا لايك شير كومنت توصلونا لاكثر من 300,000 مشاهده. والله حلو كل اسبوع عم بتزيدوا 100,000 مشاهده و 150,000 لايك. اي لاف ات. اوكي ما يخالف مش مهم. اوكي خلونا نبدا هسه ونشوف اكونتات الكي بوب الفيك والريل. جاهزين تنصدموا مثل ما احنا هسه جاهزين نتفاجئ وننصدم. ست تول هلا جو. اوكي هسا نبدا مع فرقه بي تي اس ونشوف ايش قد الاكونتات الريل والفيك. اوكي ارميز انتوا جاهزين؟ اكيد جاهزين متحمسين على موت تتفاجئوا. اوكي هلا هذا الاكونت اسمه بي تي اس بيج هيت اوفيشال فيه 20.4 مليون فولورز. هذا اما اللايكس من 475,800 لغايه مليون و 400,000. اوكي 63% ريل فولورز يعني الحقيقيين بهذا الاكونت الارميز والكيبوب فانز ان جنرال 63% متابعين فرقه بي تي اس. يعني بس في 37% فيك اكونتس. او ماي جاد او ماي جاد. اوكي هسا ننتقل الى فرقه اكسو ونشوف عندهم 6.1 مليون فولورز. نعم. اللايكس عندهم من 142,000 لغاية 477,000 والكومنتس من 2000 لغاية 6300. ونشوف هسا ايش قد عدد الريل والفيك باكونت فرقة اكسو. جاهزين؟ اكسو اوكي 51% ريل فولورز. يعني في 49% فيك بروفايلز فولورز. از ذات ريل؟ هيو 51% هيو قدامك هيو قدامك وخط احمر يعني انه منطقة الخطر. منطقة الخطر بيك هون حساب بيك هون من اكسو عنده 15,700,000 فولور. اوكي 54% ريل يعني في 46% فيك. ايوه او ماي جاد. طيب على حساب ياسونغ من فرقه سوبر جونيور من اساطير الكيبوب عنده عنده فولورز 5.3 مليون. اوكي ريدي ريدي ايوه ريدي 53% ريل فولورز. او ماي جاد. وبالاحمر يعني 47% او ماي جاد فيك فولورز. يعني هو بالخط الاحمر على فكره. ايوه هلا عم بدور على مين. مونستا اكس. مونستا اكس عندهم 4 مليون فولورز. اوكي بس بابا حتى اعجاباتهم مونستا اكس مظلومين هواي اعجاباتهم من 93,000 ل 189,000 يعني هواي مظلومين بصراحه. هواي هواي فرقه مونستا اكس. بس هسه ريدي 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 ريدي
62% ريل فولوورز، يعني الفيك 38%. يا واو، برافو برافو مونستاكس، برافو. يعني جايبين انتو نسبة كلش عالية بصراحة. I love it. هلا ريل مين؟ ريل شانيول، شانيول شانيول مالكسو، شانيول عنده 18.9 مليون فولوور، يعني تقريبا 20 مليون. ريدي ريدي 58%. اوكي نوت باد فولوورز، نوت باد. انت متعدي الخط الاحمر بصراحه، يعني عنده 42% فيك فولوورز. يعني انا شايف نسب الفيك كثير عالي بالاكونتات الانستغرام. اوكي هذا من فرقه سوبر جونيور، بس انا اسمه دائما بتلخبط. إيه شو 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 استاذ شو 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 Yes. 3.5 million followers. هلا بدنا نشوف الريل فولورز والفيك هم بعد. جاهزين؟ انا حاسس قلبي بدق. انا بدي اشوف فرقة توايس وبلاك بينك. طب اسمع، عندي فضول كل شيء. طب تقدر تحط تعاوننا انا وياك؟ اه بقدر. حب بالحلقة الجاية، الحلقة الجاية. شوف حساباتنا الريل الفيك. 58% ريل فولوورز. واو، يعني ايش قد؟ 42% فيك. فيك اوكي، من فرقة اكسو. بس هز تاور، هز تاور تاو 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 من فرقة اكسو. 9.3 فولوورز. 9 مليون. فرقة اكسو سابقا، يعني هو بتعرف انتو انه هو اصلا غدا فرقة اكسو. 9,300,000 فولوور. 56% ريل فولوورز، يعني ايش قد في انريل؟ 44. انا اسف، انا ما اليوم متيس بالرياضية. توايس 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 اعطوني المهم. 10.2 مليون فولوور عندهم. ممتاز ممتاز ممتاز. هلا اللايكس عندهم فرقه توايس من 238,000 لغايه 731,000 لايك. ممتاز. الكومنتس من 3000 ل 10000. لا 10000 بس، خلينا نشوف الريل فولوورز. لازم لازم يكون في عندهم نسبه كثير عاليه فرقه توايس. لازم احكي. 52% ريل فولوورز، يعني ايش قد فيك بروفايلز؟ 48% توايس. وات از لاف؟ اوكي ما يخالف. سوبر جونيور، اساطير الكي بوب، سوبر جونيور. اها 1.6 مليون فولوور عندهم. انا على فكره دخلت بحاله صدمه. ليش؟ ايش قد الاكونتات الفيك الموجوده؟ عاليه جدا. عم نحكي عن ارقام يعني عم توصل تقريبا، رح توصل 50%. في ما في ناس اصحابين هذول الاكونتس ما بيحبوا انه يعرفوا عن حالهم وهويتهم، بس يعتبروا فيك بغض النظر. طبعًا. ما هي المشكله؟ طبعا عندهم 59%، يعني ريل، يعني ايش قد الفيك فولوورز؟ 41%. الواحد 5.5 مليون فولوور. صراحه انا بعشقهم وبعتبرهم فرقه هواي، يعني جدا جدا موهوبين ومظلومين، بس عندهم موهبه عاليه. بس مظلومين كثير. 17 اكو كامباك عم بجهزوها، بتخوف وخنفشاريه، حتكسر ام الدنيا ام الدنيا. اوكي سكرول. 56% ريل ريل فولوورز، يعني ايش قد الفيك؟ 44% فيك من فرقه 17. هلا انسيتي 127 عندهم 5.8 مليون فولوورز. ريدي نشاهد ايش قد نسبه الريل من الفيك باكاونت انسيتي 127. 55% الريل فولوورز،
ايش قد الفيك؟ 45%. هسه حلب حسيت رياضيات. اوكي هسه حساب اس ام تاون. اوكي عندهم 6.5 مليون فولوورز. هيو عم بدور. او ماي جاد. لا كثير. 41%. 41% الريل فولوورز. ايش قد الفيك فولوورز؟ 59% فيك فولوورز. يعني اعلى من نسبه الريل. انتم ملاحظين 49 بشار ولا 59؟ 59. اوكي هلا احساب فرقة ريد فلفيت. ريد فلفيت انا بحبهم. عندهم 8.3 مليون فولورز. اللايكات عندهم من 193 الى نص مليون. اوكي ممتاز. اما اللايكس من 2700 لغاية 3000. 49% ريل. يعني عندهم 41%. 51%. انا اسف انا رياضياتي تيرسو صارت. سيب لي رياضيات انا بحكيهم بصراحه. الارقام okay. عندي جو. بلاك بينك ان ذا اريا 20.8 مليون فولوور. اوكي بلاك بينك. بلاك بينك اذا كنت اقل من 50% راح انتحر. راح افقع. اوكي راح اموت. اوكي بليز بليز بليز. عندهم لايكس من 485,000 ل 1.2 مليون. الكومنتس من 6000 لغاية 47,000. لا 47. 55% ريل فولوورز. يعني ايش قد الانريل فولوورز؟ 45%. بس شوية ركزوا معي. 55% ريل فولوورز لبلاك بينك. او ماي جاد. سيلينا جوميز. سيلينا جوميز. خلينا نشوف. لازم نشوف. عندها 158 مليون فولوور. فاصلة 8. كمان يعني 159 مليون. فاصلة 8. عندها لايكس من 3.7 مليون ل 6.8 مليون. واو. الكومنتس عندها من 51,000 الى 65,000. سيلينا جوميز. نشوف هسا كم عدد الريل والفيك. 65% ريل. واو. فولوورز. يعني 35% فيك فولوورز. سيلينا سعد المجرد. لا مش طبيعي. لازم ناخذ اكو حسابات عالميه. 8.4 مليون فولوور. طيب لانه سعد المجرد من اكثر الفنانين اللي عنده نشاطات ومتابعه وكثير على السوشيال ميديا. عنده من 195,000 لايك الى 225,000 لايك. ممتاز. يعني مش الفرق بينهم. نوت باد بصراحه. اوكي جاهزين تشوفوا 54% اللي هو ريل فولوورز. يعني ايش قد؟ 46% فيك حساب سعد المجرد. اريانا صاحبيتك. اوكي اريانا جراندي من اكثر الفنانات بالعالم عندها متابعين لانه عندها 164 مليون فولوور. فاصلة 3 كمان. مو فولوور. يس. وعندها لايكس من 3.8 مليون الى 20 مليون.